مشاهدينا اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الناس. مع الناس اليوم في منطقة العظمية مع ناسنا وعوائلنا للاحتفال بذكرى مولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كل عام وكل العراقيين والأمة الإسلامية بألف ألف خير بهذه المناسبة الجميلة على قلوبنا. خليكم ويانا. مولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ سهلا. عرفني باسم حضرتك. بلال الدوري. اهلا وسهلا بك. اليوم الاهالي العظمية وكل الناس تحتفل بهذه المناسبة العظيمة. احكي لي عن مشاعرك بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تهدف الأرض وتردد السماء بتحية بمولود محمدي. ولد الربيع بالورود بمولود محمدي. كما عاشوا رجال أحرار للمجد في بغداد، وإذا نصبت العوارض فعبروا إلى الصحو يبقى في حبك يا حبك يا بغداد. بغداد أنت أهلي وبيتي يا بغداد، طوبى يا بغداد، دجلة وفرات تصور النجوم بكاملها بالماء يا بغداد، فسبحان النجوم يصورها بكاملها بالماء يا بغداد. والبيرق مرفوع عند أهل البيت يتأملون الأمل والنصر والأمان عند موسى الكاظم الشيخ عبد القادر يا بغداد. وجاءوا متكاتفين سنة وشيعة عند النعمان يا بغداد. اللهم شافي كل من مريض وعافي كل من مبتلى وانصر المظلوم. وما خوفا الا امنته، وما مريضا الا شافيته، وما اسيرا مفقودا الا اهدته، الاهل سالما مسلما. بهني الامه الاسلاميه سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لحضرتك، تحياتي لك، ممنونه. اليوم جايه لمنطقه العظميه حتى تحتفل بهذه المناسبه. مرحبا خاله. عيوني اهلا وسهلا قلبي. احنا بنتيالك من بعقوبه. اليوم جايه حتى تحتفلين بهاي المناسبه للعظميه. والله اول مره يعني ما سامعاني، فجيت قد اشوف. اول مره تجيني هنا تحتفلين بهاي المناسبه؟ اول مره عيوني. شلون شفتي الاحتفال بالمناسبه؟ تحيه من برا، والله ما طبينا جوا ويا دنيا، يعني قد هنا برا شفنا العالم والدنيا، وإن شاء الله يدوم للاحتفال كل سنة وعام جاه هو النبي. محليلي بديالة شو تحتفلون بهاي المناسبة؟ شو يصير الاحتفال؟ نفس الحالة عندنا هناك، همينا مثل بعد عين الشياخ، وعندنا جوامع يحتفلون بيها ونسوي أشكال لك. شو تسوون خالة؟ احكي لي عن العادات والتقاليد المتبعة لدى البغداديين وحتى يعني كثير من المحافظات. شنو هاي النشرات وهاي الأعلام وتراكيب وهريسة وأشكال يم الجامع وتركيب وزردة وحليب وحلق، هاي شوربة النبي يسموها، وزعوها على الناس، وزعها حتى شوكليت وحلقوم وأشكال. والله يعني بعد عيني ماكو أحسن من النبي في دول اسمه، يعني مولودة كلش حلو. كلش اي والله كلش. ان شاء الله كل سنه وعام طيبين ونجي هنا. عيوني. امين. كل عام وانت بالف خير خاله. تحياتي ايش. شكرا جزيلا. مرحبا خاله. عيوني. شلونك؟ حياتي انت شلونك عمري؟ الله يسلمك، ربي يحفظك ويخليك. تسلمين، ربي يحفظك ويخليك. مالك. شكرا جزيلا، كل عام وانت بالف خير. خاله اليوم جايين من طاقه العظميه تحتفلون بهاي المناسبه الجميله، شنو تحبين تقولين بهاي المناسبه وشلون تحتفلون كل سنه؟ هذا اليوم كل سنه وعام صحه وعافيه الشعب العراق كله،
وإن شاء الله الأمان يدوم الإسلام هذا يوم، وصحة وعافية للكادير وصاحب الكادير وإن شاء الله. أنت حضرتي شنو العظمية؟ لا والله من ديالة، من ديالة همين؟ من ديالة مرت أخويا والله. شلون تحتفلون دائما بهاي المناسبة؟ والله احنا همينا هيك عندنا بدياله، والله الجوامع تسوي مواليد وتحتفل ونسوي تراكيب وبقلاوة واشكال نسوي شرابيت. شلون شفتي الاحتفال بالعظمية يعني في بغداد وتحديدا بمنطقة العظمية؟ اي طبعا هناي اكثر من محافظتنا، هناي كل الها تجتمع هناي احنا اول مره جايين لهنا. اول مره واكيد ان شاء الله راح تنعاد بالسنوات المقبله. ان شاء الله ان شاء الله نجي احنا بعد عين للشيخ، بس ها اول مره نجي لهنا. اي والله تحياتي لك خاله، وكل عام وانت بالف خير. اشكرك عيوني وانت بالف خير حياتي. صح تحياتي. شكرا جزيلا خاله، تحياتي لكم. اذا المشاهدين بعدنا مستمرون وياكم بجولتنا ولقاءاتنا، ايضا خلينا نلتقي بالناس. مرحبا. أنا مرحبا. شلونك؟ الله يخليكم. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. شنو تحب تقول بهاي المناسبة؟ والله نهني الأمة الإسلامية بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. إحنا كل سنة نحتفل إن شاء الله هنا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، خير المولود. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. العفو. شكرا لك. مشاهدينا مستمرين بجولتنا ولقاءاتنا، وهذه الأعداد الكبيرة من الناس المتواجدين اليوم في منطقة العظمية احتفالا بمولود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا خلينا نحاول انه نلتقي باكبر عدد من المواطنين المحتفلين بهذه المناسبه الجميله. مرحبا. شلونك؟ اهلا وسهلا. شنو تحبين تقولين بهاي المناسبه؟ والله اني الشعب العراقي بمولود النبوي، ان شاء الله كلهم خير وسعاده. حضرتك من العظميه؟ من العظميه. كل سنة تجون يا من الإمام تحتفلون لو بالبيت؟ لا كل سنة نحتفل ونرجع للبيت، يعني نحضر الميز هناك بالبيت ونرجع نحتفل. شنو اللي تحضروه؟ شنو الأشياء اللي دائما تحضروها وترتبوها؟ شلون تستعدون لهاي المناسبة؟ والله نسوي الكيك، نشتعل الشموع، نخلي النشرات، يعني نخلي الشوكليت على كل بياضات احنا نخليه. إذا تحياتي لحضرتك وكل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير، تسلمين. شكرا. بخير، صحة وسلامة إن شاء الله يا ربي يعود علينا بالصحة والعافية. الله يخليك خالة. شنو تحبين تقولين بهاي المناسبة؟ يا رب العالمين إن شاء الله يعطي الصحة وعافية والإيمان يا رب. مرحبا. آمين. شكر الله والواحد الأحد. آمين يا رب. مرحبا. كل عام وانتم بخير. تبقى ألف خير. شنو تحبين تقولين بهاي المناسبة؟ إن شاء الله الأمن والأمان ويستر على ولدنا، ان شاء الله يعم الخير والفرح بالعراق العظيم ان شاء الله. جاه الحبيب محمد. من العظميه انتو؟ من العظميه؟ مو من العظميه. اي منطقه؟ اي جهاد. اي جهاد. اليوم جايين للعظميه حتى تحتفلون بهاي المناسبه؟ نحتفل مولد الرسول عليه الصلاه والسلام ان شاء الله. يعني كل شيء بحياتنا هو الرسول، الشفاعه له ان شاء الله يا ربي، هو يشفع لنا بيوم القيامه ان شاء الله. شلون استعديتوا لهي المناسبه خاله؟ دائما العراقيين بشكل عام يعني يستعدون للاحتفال بهاي المناسبه، يسوون اكل او يقومون بتزيين البيت، يعني واجهه البيت. واحد الاحد ان شاء الله، ان شاء الله عيد سعيد على العراق كله ان شاء الله يا رب. طبعا سوينا احتفاليه صغيره هيك بالبيت، شغلات هيك نفاخات على هيك شغلات حلوه. وجينا للجهال 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 هم من الاولويات وزعنا بهاي المناسبه العظيمه. دائما تسوون كليتشه وتوزعوها على الناس على الجواري؟ اي ثواب لامه محمد والنبي كل سنه ان شاء الله. تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا. تحياتي لكم. شكرا جزيلا. شكرا لكم.
إذا مشاهدينا مستمرين بجولتنا ولقاءاتنا. طبعا الناس اللي متواجدين في منطقة العظمية ليس فقط من منطقة العظمية وإنما من كثير من المناطق يجون اليوم لمنطقة العظمية حتى يحتفلون بهذه المناسبة وحتى من جميع المحافظات. أيضا مشاهدينا خلينا نلتقي بالشباب اللي متواجدين بهذا المكان أو العوائل. مرحبا. اهلا. شلونك؟ هلا عمري. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير، الصحة والسلامة وينعاد علينا وعلى أمة محمد بالصحة والسلامة والخير. شلون كل سنة تحتفلون بهاي المناسبة؟ احكي لي. هاي هاي مثل ما تشوفين هاي الفرحة عامة على أمة محمد. وإن شاء الله إن شاء الله كل مسلم وكل عربي يحتفل ويعود علينا وعليكم وعلى الإسلام جميعاً. إن شاء الله. شلون تشوفين الاحتفال هاي السنة عن السنوات السابقة؟ اكو اختلاف لو نفس الشيء؟ والله سنة أزيد من سنة. يعني تشوفين الناس كلها فرحانة بالأمن والأمان ومطمئنة نفسياً. هي هاي أحلى شيء بالعالم. ويعاد عليك وعلينا إن شاء الله. دائما هاي الفرحة تكون مرسومة على وجوه العرب. والله ربي على كل طفل على كل شايب على كل بنية على كل مرة إن شاء الله. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. بخير. شنو تحبين تقولين بهذه المناسبة الجميلة؟ كل عام والشعب العراقي بخير وألف سلامة. شكرا. شلون تحتفلون بهذه المناسبة كل سنة؟ دائما تجون لمنطقة العظمية، حضرتك من العظمية ولا من غير منطقة؟ احنا اي من العظمية بس حاليا ما ساكنين بها. كل سنة تجون لهذا المكان تحتفلون؟ الحمد لله وشكرين. شنو تشوفين الاحتفال هاي السنة؟ أنا عن السنوات السابقة. زين. الحمد لله يعني زين. اي حلو. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا يعني هلا وحبيبتي. اهلا وسهلا بك. مشاهدينا مستمرين بجولتنا ولقاءاتنا، ابقوا ويانا. انت بخير حبيبتي. شو تحبين تقولين بهاي المناسبه او شو مثلك هذا اليوم؟ والله انا بنت العظميه واحب اهني كل اهل العظميه بهذا الاحتفال مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل عام وانتم بخير وطيبين ان شاء الله. شو تحتفلون بهاي المناسبه كل سنه؟ يعني شلون تحتفل؟ سنه اجي كل سنه اجي انا من المنصور بس اجي كل سنه هنا احتفل ويا اهل العظميه بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. تحياتي لك. اذا مشاهدينا ايضا لابد انه نذكر دور قياده عمليات بغداد والقوات الامنيه بفرض اجراءات مشدده تحسبا لوقوع اي خرق ربما يستهدف المحتفلين بهذه المناسبه. ايضا خلي نشوف الناس اللي موجودين بهذا المكان. طبعا موجودين هنا اشعال الشموع هي من ابرز الطقوس المتبعه بهذه المناسبه. مرحبا خاله. هلا. شلونك؟ هلا بيك. نعم وانت بخير. وانت بخير الله يخليك. شو تحبين تقولين بهاي المناسبه؟ الله كل سنه وكل عام طيبين وخير وبركه ورزق على العراق يا ربي والامن والامان ان شاء الله. ان شاء الله. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. ايضا مشاهدينا خلينا نشوف. مرحبا. شلونك؟ هلا بيك. كل عام وانت بخير. انت بخير. حضرتك من العظميه؟ لا عيني مو من العظم من الدوره. اهلا وسهلا بيك. اليوم جايين لمنطقه العظميه حتى تحتفلون بهاي المناسبه، ايش تحبين تقولين وشنو يمثلك هذا اليوم؟ يمثل بشيء عظيم وهاي العالم محتفل ان شاء الله كل سنه وكل عام هيك محتفلين وخير وبركه لنا. مرد الحروب والهاي خطي خلي يتونسون هالشباب وهالبنات وهالهاي كلها تتونس. احنا نشوف هاي اجواء الفرح والسعاده والابتسامه موجوده يعني ان شاء الله كل سنه. تحياتي لحضرتك. Thank you.
عليك؟ اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو تحب تقول بهاي المناسبة؟ والله احب ان العالم الاسلامي اجمع والعراقيين اجمع ونعم الامان والسلام على هذا العراق وعلى العراقيين خاصة. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير موفقين يا رب ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركة. امين يا رب. حضرتكم للعظمية؟ من سامرة. جيت على هاي المناسبة حتى تحتفلوا بمنطقة العظمية؟ نعم من مدينة سامرة لمدينة العظمية زيارة خاصة بمناسبة مولود النبي الشريف. أهلا وسهلا بكم في بغداد ونتمنى لكم إن شاء الله يا ربي يعني هذه الفرحة تدوم عليكم. شو تحتفلون بالمولود النبي يعني بسامراء؟ شو تحتفلون؟ والله في مدينة سامراء احتفالات يعني خاصة فمو هذه الأجواء، فأجواء عظمية بعد أحسن وأحسن. هناك هم احتفالات خاصة وتجمعات تصير وفي مناسبة مولود النبي الشريف. حضرتك ويا من سامراء؟ اي نعم من سامراء. شلون نشوف الاحتفال في بغداد وتحديدا في منطقة العظمية؟ اي ما شاء الله، يعني احنا متعودين بالعادة دائما كل مناسبة مولد السيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نعتاد على المجيء لمدينة العظمية، يعني تذكرنا بفد مناسبة مفرحة للشعب العراقي والأمة الإسلامية بصورة عامة يعني. يعني هاي مو أول سنة تجوا للعظمية، كل سنة. احنا معتادين كل سنة نزور المدينة. أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير، تحياتي لكم، شكرا جزيلا. مشاهدينا مستمرين بجولتنا بلقاءاتنا، أيضا خلينا نشوف مرحبا. السلام عليكم. شلونك؟ كل عام وأنت بخير. بخير، عم الله يرضيك. تحب تقول بهاي المناسبة؟ العالم العربي عامة وبالعراقيين خاصة بمناسبة هذه الفرحة العظيمة، إن شاء الله يعود على مال كل علينا وعلى العراق. أنا من ديالة كل سنة أجي. كل سنة تجي حتى تحتفل. أجر وأرجع لك إن شاء الله أمان خير من الله. عمو أنت بألف خير وتحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. بارك الله. شكرا لك. مرحبا. شلونك؟ ألف هلا بكم. كل عام وأنت بخير. بخير إن شاء الله، نعاد علينا وعليكم خير إن شاء الله. تحب تقول بهاي المناسبة؟ والله حاب اوجه رساله لشعبنا العراقي ان شاء الله انه يتم الامن والامان بمناسبه المناسبه الجميله ان شاء الله. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا ايضا خلي نلتقي بالشباب اللي موجودين. مرحبا. شلونك؟ تمام. كل عام وانت بخير. وانتم بألف خير، طبعا نهني العالم الاسلامي بمولد سيدي كائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي انه يرجعون الناس لتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نرجع بالواقع الجيد كما كان يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يروحون هؤلاء الناس الهمجيين ترجع الحياة كما وصانا ربنا سبحانه وتعالى، كما وصانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. كل عام وانت بخير. بخير صحة وسلامة. تحب تقول بهاي المناسبة؟ والله اسال الله عز وجل ان يعم الامن والامان على الشعب العراقي اجمع. كل عام وانتم بألف خير. من العظمية انتم؟ نعم بالعظمية. العظمية. ها دائما شو تحتفلون يعني دائما في كل سنة شو تحتفلون بهذا اليوم؟ طبعا هي احنا بداية انه الشخص لما يحب شخص اخر يبدي يعني يكون قدوة له، يتعلم من عنده، يقلده بأشياء كيف إذا كان هو قدوته النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد لازم يتمثل لأعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ياخذ في أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل ما تشوفين يعني طبعا كل سنة أنتم طبعا متواجدين يمنا وتشوفون اللي أجواء مباشرة، يعني الناس تجي من حتى محافظات يجون الى منطقة العظمية بالقرب من ابو حنيفة للاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتي لحضرتك، شكرا. شكرا لك. مشاهدينا مستمرين وياكم، يعني الناس من كل الاماكن جاية لمنطقة العظمية حتى تحتفل بهذه المناسبة، يعني مشاعر الألفة، مشاعر المحبة والتسامح موجود بين جميع العراقيين. اليوم العراقيين موجودين في هذا المكان حتى يقولون لا للطائفية لا للعنصرية. خلينا نلتقي أيضا، خلينا نلتقي بالعائلة. مرحبا. مرحبا. هلا ومرحبا. شلون ان شاء الله؟ الله يسلمك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير ان شاء الله باجمعين العراقيين باجمع بالخير بالتواهب والبركه في قوى البنين ان شاء الله. امين. من العظميه؟ لا من نديالة. نديالة اليوم جيت حتى تحتفلين بهاي المناسبه؟ الحمد لله مولد النبي الشريف الف صلاه وسلام عليه وان شاء الله العراقيين باكمل اجمعين ان شاء الله. اشوفك تشعلين الشموع. والله للامنيات، للامنيات العراقيين ان شاء الله بالخير وال شنو الامنيه اللي تمنيتيها؟ والله ان شاء الله النجاح الدائم لبنيتي. الله يسلمك. شلون تحتفلون؟
في محافظتكم بهاي المناسبة؟ والله المناسبة عزيزة على قلب العراقيين، زين، واتمنى ندير الافراح لكل العراقيين ان شاء الله، زين، واشكر الحشد الشعبي والامن ان شاء الله على هالمناسبة الحلوة. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. اشكرك. شكرا لك. مشاهدينا ايضا مستمرين وياكم بلقاءاتنا مع الناس اللي متواجدين في هذا المكان. خلينا نلتقي بالعائلة اللي موجودة في هذا المكان. مرحبا. مرحبا. اهلا. شلون الحمد لله. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. شنو تحبين تقولين بهاي المناسبة؟ يعني شنو المشاعر اليوم بهذه المناسبة؟ فرحانين نهني العالم الإسلامي بمولد سيد الكائنات محمد. الشعب العراقي ايضا يهني بمولد سيد الكائنات محمد. كل عام وانتم بخير، وشعب العراقي بخير، والعالم الاسلامي بالف خير وسلامه. كل عام وانتم بخير. الف خير حبيبتي. والله هو هذا بالنسبه للعالم الاسلامي هو افضل يوم على الاطلاق، لان بمناسبته ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منقذ البشريه، هادينا ان شاء الله، وشفيعنا يوم القيامه. نعم. شو تحتفلون بهاي المناسبة؟ يعني بالبيت تحتفلون وبعدين تطلعون لو شلون؟ لو تطلعون وبعدين تقولون أول وبعدين نرجع بالليل نكمل بالبيت. نشعل الشموع مرة ثانية. شو استعدادكم؟ شلون استعديتوا لاستقبال هاي المناسبة؟ يعني هو تعرفين هو كل سنة العظمية تحتفل بهاي المناسبة الكريمة. فالناس تسوي دولمة، ناس تسوي زردة، ناس تسوي حلويات، ناس توزع، يعني كل إنسان حسب إمكان. يمكن هاي من العادات اللي متبعة، يعني في كل سنة الناس تسوي أكل وتوزع زردة، دولمة، حلويات. مو قلت لك هي كل إنسان وحسب مقدرته المادية، بس بالأخير كلها تحب توزع بهاي المناسبة. نعم. هي مناسبة فرح، مناسبة جميلة. نعم أكيد أكيد. كلش جميلة. تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك خالد. شكرا جزيلا، كل عام وانتم بألف خير. ايضا مشاهدينا نلتقي مرحبا. شلون؟ اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير. والله نحب نحن الشعب العراقي مناسبة مولود سيد الكائنات، ان شاء الله يا ربي يعم الامن والامان علينا، وان شاء الله الجميع بألف خير، والامة العربية كلها بألف خير ان شاء الله. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. الله يسلم زغار. عام وانت بخير. وانت بألف خير، وعام خير ان شاء الله، مولود خير على كل العراقيين، ونتمنى يتوحدون الشعب كله ان شاء الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو تحبين تقولين بهاي المناسبة؟ شنو نص العراق سر سلام بس، ما مارشين نص العراق. من أتنا كل قرايبنا، خواتي واخوتي بالسلامة يا ربي، وأولاد عراق ان شاء الله يا إلهي. اليوم انتم كأحد المحتفلين شلون تقيمون الإجراءات الأمنية بهاي المناسبة؟ والله إجراءات كلش حلوة، والأمنية وأمان، الحمد لله الأمان موجود إن شاء الله، إن شاء الله الأمان موجود. شلون تحتفلون بهاي المناسبة كل سنة؟ والله حلوة. يعني شو أقول؟ لما تجون لهذا المكان تحتفلون لو بالبيت؟ لا هنا كل سنة نجين نحتفل هنا أحلى. يعني حلوة يعني. تسوين أكلات وتوزعيها على الناس لو؟ لا نسوي. إيه نسوي. تحياتي إليك. تحياتي الحضر. شكرا جزيلا. تحياتي لكم وكل عام وانتم بألف خير. اذا مشاهدينا، يعني مثل ما تشوفون هذه الفرحه، كميه السعاده اللي موجوده على وجوه كل الناس في هذا المكان، يمكن هي ابلغ من كل كلام. اذا مشاهدينا، اليوم تواجدنا في منطقه العظميه، وهذه التغطيه الخاصه في مناسبه مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اذا مشاهدينا، ملتقانا في الاسبوع المقبل، حتى ان نلتقي من جديد، تقبلوا تحياتي والى اللقاء.